إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مساء الخير. هذا هو الوطيل بالضبط، هذا هو الشارع، يعني البلاصه اللي لقاو فيها هذوك جوج شينويين او جوج صينيين متصابين بالعدوى فيروس كورونا. بالضبط 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 هذا هو الوطيل او البارغو فين كاينين، وبالضبط هو هذا فين كاينين قدام التلفازات وقدام كل شيء، تشي ضم مباشر يعني من البلاصه اللي فيها مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا، كديري لاباس عليكم. كيما شفتوا الموضوع ديالنا فيروس كورونا، فابريسيو كورونا، فيروس كورونا الريباتو ان ايطاليا. شفتوا الاخوان لقاو جوج تشنيزي، دوي كوبي تشنيزي ما بين 60 65 سنه، لقاوهم البارح فيهم العدوى، يلا وصلوها للوطيل. كما شفتوا الوطيل هو اللي وريتكم في البداية ديال الفيديو، هذاك هي الوطيل الشارع كما شفتوا، راه معجوق في قدامه التلفازات قدامه كل شيء. وكيف مستوى اتاكادو ديال الفيروس ما جاتش لا. Poi hanno scoperto anche ci sono due bambini Parlinare o boh in italiano? Ma tutto questi vedono parecchio in italiano. Sto lqaw juj wlidat, wlid itali wlid tunisi, lqawhom tama mrad حاليا ما متاكدينش، ولكن داروهم في ايزولامينتو. البامبين واحد لقاو في باليرمو والاخر في فريزونوني روما، فيشينو روما، فيشينو روما، يعني حدا روما لقاوه تماكين. ما مديرينهم غير في الايزولامينتو، يعني حاطين معاه بعيد على بعضياتهم، ولكن الامور غادي كتشهد. دابا كيقلبوا على الشيفور اللي جاب استانو شركه نون كي لوتيستا كويلو كي بورتا فييري كل دوي تشينيزي ولا كوبي تشينيزي نو. كيقلبوا على لوتيستا اللي جاب تشينيزي تا هما حطهم تما كاين في البارغو، لانهم ملي جاو هما حاليا كيكذبوا عليكم ولا شي حاجه. هما حاليا في البلاصه ما كيقولوا لهم حتى شي حاجه، من واحد كتدخل عندهم، من واحد ما جا عندهم، من واحد ما والو. لاني انا يلا كنت كنتفرج في اللايف في التلفازه في اللايف، يعني ما خلاونش يقربوا لي، حتى واحد ما كيقرب لي من غير الاطباء ديالهم. الاطباء ديالهم ملي كيدخلوا عندهم كيديروا لا ماسكات، كيديروا هذيك لا ديستروناوتا، يعني كيتغطاو كلهم كيحامين كيما دابا اي واحد. دابا هذوك الماسكات البروبليما كاين الماسكيريني ادايسو non ci sono più perché tutti hanno arrivano dalla Cina le mascherine e poi arrivano dal posto da sono stati in malattia dalla gente no mushkila ديال الماسكيريني كيجيو جاي من هذيك البلاصه يعني ماسكيرين نفطاليا ما كاينينش، يعني كتمشي تسولي عليهم ما كتلقاوهمش. يعني نتوما هاد الايام هما عطاو سي ميزي ديال ليمرجنسا لو ستادو، عطاو ست شهور ديال ليمرجنسا، يعني غادي يديرو ست شهور ديال ليمرجنسا. نسون الارميزمو برو نون فاتي، ma non vogliono creare il problema, lo sai qual è? Ha fatto più danni il gol di Acerbi al derby domenica sera che il virus corona, col gol di Acerbi morti proprio fegati spappolati a Roma dei tifosi dei beodi romanisti, mentre il virus corona in tutto il mondo 60 milioni di persone solo 100 morti. Non vi allarmate. Ma chi stai dicendo? Faccio sì, devo dire muscoli di Italia, muscoli di Italia non è niente. كدوي معاهم شي حاجه دايره وكيقول لك اللي دار الله هي اللي كاينه. المهم عندهم هاد القضيه ديال هي اللي دار الله كاين، وواحد الاغلبيه ديال الناس سيرتو الجوانتو ديال دابا عندهم هاد العقليه. ملي كتهضري معاهم على شي حاجه على شي موضوع ما كيهضروش. دابا انا جبت معاها ديسكورسو ديال الديربي ديال روما كي سيامو فيستو كويلو راغاتسو كي c'è un marocchino ha un canale anche lui abbastanza che lui è napoletanissimo, è tifoso proprio alla morte.
anche lui, forse Alassi. Sai che poi come catchband, sai come si vede? Come quello di Batman. No, quello di Il silenzio degli innocenti. Mi ha fatto Hannibal Lecter. Le mascherine, ma che inizio, le dici qualcosa di tuo? Qual è il consiglio da gente? Dai, parliamo di una cosa. Il consiglio è quello, nessuno allarmismo, perché... Però aspetta un attimo. Se i numeri sono questi... No, nessuno allarmismo, perché lo sai qual è il problema. Chi hanno paura del mercato cade giù un'altra volta. Perché deve... da bambino, da che l'hotel... lo sai che quell'albergo non va nessuno? Beh, quello è normale. Adesso c'è il poi del via Cavour non vicino a nessuno. Nessuno parla più un cinese. Adesso hanno paura tutti. Davvero, gente. I cinesi chiudono i negozi, non vendono più niente. È vero. Ieri è calato il 70% di. La gente è di non vanno al ristorante. Quello pure prima, perché insomma. Vabbè, non dici qualcosa perché non. Però c'è gente che va dai cinesi. Beh. Però ieri ha calato tantissimo che loro non vanno dai cinesi, che hanno paura di mangiare. Però personalmente io. Va bene, io credo una cosa, se Dio vuole qualcosa ti capita. Muoi male che mi sono fatto. Ma che si dice ai cinesi? Cinesi hanno in Italia. Beh, قالوا انا السوق ديالهم كالا والريستورانت ديالهم كالا 70%، يعني الناس ما بقاش كتمشي عندهم. دابا مشكله عاوتاني في البرغوات، ما يبقاوش يمشيو عندهم. سيرتو هاد البرغو اللي لقاو فيه البارح، يعني الوطيل اللي لقاو فيه البارح هذاك الفيروس، اكيد ما غاديش يمشيو عندهم، لانه بينو فين كاين فيا كافور هادي من هنا تشنترو عامر بتشنيزي. ولاو خايفين البارح دخل 1000 واحد من تشينا غدا لفرنزينا، كتقول بان غدا ولا بعد غدا غدخل 60 بيرسونا كي سونو سوت كنترول دي من ستار ان امرجنسا. كل فانو الايروبورتو دي لفرنزينا نون فانو كونتاتاتي كون نيسونو per 14 giorni, يعني ما غاديش يمشيو حتى عند واحد بر 14 يوم. هذوك اللي غايجيو البارح من هذيك المدينه بالضبط، quelli arrivano dalla la città proprio che contagiata. يعني غادي يجيو من تما، كاين ما غاديش هذوك غايجيو دريتامنت، غايجيو المطار ديال الميلتاري يعني ديال العسكر، غادي يتبريو بوحدهم، غادي يدخلوهم في واحد البلاصه، غادي يعزلوهم على حتى الاهل ديالهم، ما يمشيوش عندهم اطباء، غيدخلو بالماسك بهذه. المهم الوليدات كما بقاو جوج وليدات، دابا الوليدات مدخلينهم ايزولامنت تاعهم معايا. المهم الفيروس كومونكو è arrivato in Italia. Sono sicure perché ieri hanno confermato che quelle due cinesi sono hanno il problema questi due cinesi sono da una settimana che sono in Italia, hanno girato tutta la Toscana, sono stati in Toscana, vero? Anche. E quello per fare compatrice sono stato a contatto con tante persone, immaginiamo il personale dell'albergo, le persone che incontri per strada su una metropolitana. Però, però il professore ieri, professore prima stamattina ha detto, il professore dell'ospedale dove stavano adesso, il primario, ha detto questo è un virus, si attacca, non è come dicono prima, col dall'uomo, da lontano, lontano, ma comunque si attacca con la saliva, non si attacca da mangiare, o avvicinamento, o respiramento, no. Ma si attacca col attacco proprio fisicamente. Sì, stamattina l'ho visto io, perché il primario ha detto questa cosa. Il virus che ce l'hanno questi due cinesi. Però i numeri forniti dalla Cina, che sono così bassi, una popolazione così ampia, sono veritieri? Secondo me no, le percentuali saranno molto più alte.
Quello sì, Sicuramente il quello sì, non governo nasconde. governa, nasconde, come tutte le volte che il governo cinese nasconde le malattie, perché non è la Ma prima volta, non è neanche facile quantificare perché non è comunque. la prima volta che il governo cinese che non dice la verità, perché ha un mercato grandissimo, quindi chi magari comoraggi lì, chi cinese, Cina, sin un belet kbir, quanti abitanti ha Cina? Cina, Tanti, superiamo sono un il miliardo. miliardo. Quindi, il cobra le firme, penso alla meeting, che il governo, il governo di Sin, ma che tu dici la verità, خايفين, perché Sin, tu ma عارف, Sin è una delle più commerciali, l'Indo e Sin. فهم ما تيقولوش الصراحة كيما دائما الجوفيرنو الشينيزي كاع ما كيقول دائما الصراحة. المهم الإخوان بين قوسين نتمنى الله يحفظنا وصافي. المهم ماشي نقول لكم الإخوان أنا واحد نصيحة مني، ماشي غير الله يحفظنا، ناخذوا الاحتياطات تامة، لأن الله يحفظنا إيه الله معانا الله إيه، ولكن ضروري خصنا الاحتياطات، نغسلوا يدينا 10 مرات في أو 10 مرات، غسلوا يدينا بصابون، اللي بامبين غسلوا ليهم بصابون، غسلوا ليهم ملي كيكونوا خارج، وكلوهم ماكلة ديال الدار حاليا، حاولوا بأنكم شوفوا واش كاين، خدوا المعلومات، دائما كنركز لكم على هاد، خدوا المعلومات، خدوا ما تحاولوش بأن الفيروس يعني مادام دخل إيطاليا من واحد لواحد، وحنا راك شفتوا إيطاليا عامرة بالتشنيزي. عامرة والناس كتسافر طاليا من البلدان اللي تتسافر كيجيبو معاهم ملاتية ملاتية فيرا كي بو يديري كوالكوزا بس هاي دي تو دا تو e niente allarmismo. ننتي الارميسو سالوتا Buonasera a tutti. Vuoi dire qualcosa altro? Va bene, noi ci sentiamo, forse Alessio, la prossima volta. Con l'aquila sul petto. con la guela sul petto. Adios. Com'è poi? Prossimo. Mettete like. Se ti piace il nostro video, mettete like. Se Se ti siete da piace la Lazio, nostra. metti like. Se te la Lazio, metti anche due. Se odi la Roma, metti like. A chi da Roma? Noi siamo sportivi, veri? Se odi la Roma, metti like. Ciao ciao. Salam alaikum. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.